وقتها. وباذن الله دلوقتي زي ما بنعمل كل مره هينضم ليا مجموعه من الاطفال هنحكي لهم موقف من مواقف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اتفضل. ودلوقتي جه ميعاد القصه، والقصه المره دي هنتكلم فيها ازاي ما نكلفش حد فوق طاقته، وازاي نكون رحماء باطفالنا وما نكلفهمش فوق وسعهم. عشان كده هنسمع من شيخنا الجليل قصه من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بتحكي موقف. اتفضل يا سيدي. خليني احكي قصه مع حاجه مختلفه تماما عن معاملتنا مع اولادنا. سيدنا النبي هو بيتعامل مع الحيوان، دخل النبي صلى الله عليه واله وسلم فوجد ناقه تبرك وتبكي، فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي ويقول لمن هذه البهيمه؟ فقال شاب من الانصار لي يا رسول الله، فقال الا تتقي الله فيها؟ انها تشكوني اليك انك تجيعها. فسيدنا النبي بيقول له ما تحملش الجمل فوق طاقته، لانه لما اتحمل فوق طاقته بكى. وسيدنا النبي تعلم وعلم بكاء الحيوانات، فاذا كان دي المعامله مع الحيوانات فما بالنا بالاطفال. سيدنا ابو هريره اللي هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي كان يحمل هره في كمه، وعشان كده سيدنا النبي سماه ابو هريره. كان رقيق جدا في التعامل مع القطه، فما بالك بالإنسان إزاي نتعامل معاه وإزاي نحمله وإزاي نكلفه بالمهمة اللي يقدر عليها. وربنا سبحانه وتعالى وجهنا في القرآن، خلينا نسمع من زينب القرآن الكريم بيقول لنا إيه في تكليف الإنسان لأخيه الإنسان. تفضل يا زينب. سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم. اللهم بارك يا زينب. اجمل ختام في سوره البقره، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. يبقى ما نحملش احنا كمان حد فوق طاقته، ما نحملش الولاد فوق طاقتهم، نشغلهم وهم صغيرين، نحاول ان احنا نكلفهم باعمال شاقه وهم لسه اطفال صغيرين، ده حرام علينا، نقترف الاثم. وسيدنا النبي بيعلمنا كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعود. تعالي نسمع حكمه كده عن اللين والقسوه في ان واحد، نسمعها من خديجه. لا تكن قويا فتكسر ولا تكن لينا فتعصر. الله. الحكمة دي جميلة قوي، هي بتقول لك ما تبقاش قاسي فتتكسر، لأنه الشيء لما بيكون قاسي أو شديد زيادة عن اللزوم بيكسر من التعامل معه. فلا تكن قاسيا فتكسر ولا تكن لينا فتعصر، وإنما كن وسطيا. قال الله في حق هذه الأمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يبقى ما نحملش حد فوق طاقته، ولكن مع التكليف الشرعي للإنسان نكلفه بالعمل في الحياة. جزاك الله خيرا يا شيخنا، ومفيش أحسن من كده ختام أختم مع حضراتكم بيه. حلقتنا خلصت، هشوفكم الاسبوع الجاي في حلقه جديده من برنامجكم اطفال، ولكن ابعتوا لنا كل اسئلتكم واستفساراتكم على صفحتنا صفحه اطفال ولكن. وكمان ما تنسوش المبادره بروتوكول تعاون مع 3 مستشفيات حكوميه، البروتوكول هيعالج ولادكم بالمجان. لو عندكم اي حاله ابنك او بنتك تعبانين ابعت لنا على صفحه البرنامج، وان شاء الله باذن الشافي العافي هيكونوا ابنكم او بنتكم تم شفائهم على خير.